هذه الشراكة السعودية الفرنسية تهدف إلى محاولة تسريع وتيرة الأعمال لفهم أكثر جوانب مملكتي دادان والأحيان. لذلك هذا المشروع حاليا يتم التنقيب في 5 مناطق متوازية. المنطقة الأولى هي منطقة إسلامية ونحاول نفهم طبيعة هذا التواجد. المنطقة الثانية التي نحن فيها الآن منطقة المعبد. المنطقة الثالثة وهي ربما المنطقة السكنية، ولذلك نحاول نفهم طبيعة الحياة الاجتماعية لدى الدادانيين والأحيانيين. المنطقة الرابعة وهي منطقة المقابر، لذلك نحاول نفهم أكثر عن العادات الجنائية. إذن مشروع حقيقة يحاول فك غموض وشفرات الحضارة دادان والأحيان.